هوية بريس. الحمد لله سيدنا در التغطية الاجتماعية التغطية الحمد لله. وشوف وحنا رحنا ماشي كنجاملوا سيدنا ولا كنضربوا وراه، لا، حنا عندنا قناعات جازمة واستراتيجية وعقائدية باللي العلاقة ديالنا مع الملك ديالنا هي علاقة يعني شرعية مبنية على البيعة ماشي غير على الدستور. بصراحة ووضوح ماشي غير على الدستور ومبنية على الدستور، وما تبقاوش تصيفطوا ليا لي ميساج بحال كلفكم سيدنا. إلا سيدنا بغى يصيفط ليا شي حاجة راه كيصيفط ليا مباشرة يقولها ليا. عندكم يسحب لكم العلاقة بيني وبينه تقطعات، ما تقطعاتش الحمد لله. ويقدر يكون تيتقلق عليا شي مرة، ماشي بعيد نقولها لكم لدابا هذا الشيء، وإني ماشي غير كيتقلق، كيتقلق وكيكون ناشط مع راساتو وشحال من حاجة بلا ما نقول لكم التفاصيل. أنا على كل حال أنا عزيز عليا سيدنا، لا الله هو هذا، بغيتي وبغيتي وبغيتي وش على خاطركم. وإني ماشي حيت المعزة، ماشي حيت المعزة ولا المحبة. واحد النهار سي عبد الله قنون قال لسيدنا الله يرحمه، الله يرحمه مجوج، دخل عنده هو والعلماء ديال المغرب، قال له نعم سيدي، احنا رحنا نطيعك ولكن ليس طاعة بنية على المحبة. قال له لأن المحبة تتبدل وتتغير. هادشي راه قالوا لي انا مباشرة، ما عوضوش لي من شي واحد اخر عليه. سي عبد الله قنون مشينا عنده للدار في طنجة رحمه الله وقال لي هذا الكلام مباشر، قال له نحن نطيعك طاعة بنية على الشرع لا تتبدل ولا تتغير. طبعا في المعروف الملك ديالنا تيقول انا ماشي قالنا النهار اللي صيفط له على طريق السي المعتصم في اللجنة اللي كانت كتتشاور حول الدستور، قلت له قول لسيدنا هذه القضية ديال شخص الملك المقدس راه كتشوش علينا كتحرجنا، ما بحال بغيتي تقول ما فهمناهاش ولا ما تقبلناهاش ولا ما هي في الحقيقة جاية من الترجمة، ومن الترجمة مخوذة على المنطق القانوني الفرنسي لا بيرسون دو روا اي ساكري، فهمتيني ولا لا؟ قلت له ولكن حنا عندنا في اللغة العربية هذه الكلمة ديال المقدسة ما جاتش. شوف مع سيدنا قلت له بلغوا هادشي، بلغوا داك الشيء المرة اللي من بعد ملي رجع لعندنا، حيت كنا كنعقدوا واحد اللقاء تظهر لي مرة في الأسبوع ولا مرة في 15 يوم وكنتشاوروا حول ما وصل إليه الدستور، هادشي قبل من الدستور ديال 2011. جا قال لنا سيدنا كيقول لكم القداسة لله والعصمة للأنبياء وأنا ملك مواطن. وهذه لو كان كانوا المغاربة يعني عندهم الحس خصهم يتاخذوها عيد، ماشي لان شخص الملك ما بقاش في الدستور يقال عنه مقدس، ولكن لان تبين التواضع واللطف ديال جلاله الملك والرجوع ديالو الى شيء حق وصواب ورثه هو عن مرحله سابقه كان الذي كتب فيها الدستور الاول قبل تعديله شخصيه فرنسيه. هي هذه الحقيقه، كتبتها بالمنطق ديال 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 القانون الفرنسي اللي كان، ولكن جلالة الملك لم يجد غضاضة في أن يتراجع عن هذه الكلمة. جيت أنا نط أنا ديك الساعات وقلت للسي المعتصم، قلت لي شوف هذا الكلام اللي قال سيدنا خصو تدقيق، راه ماشي حنا كنقولوا هذا الكلام باش الناس يتصروا على سيدنا، لا، خص سيدنا يبقى محترم وموقر. ولهذا الكلمات اللي جات بلاصه هذه الكلمه هذه في الدستور، في الدستور اللي عندنا دابا، ان شخص الملك يعني محترم ويعامل بما يناسب ويليق من التوقير والاحترام، هكذا يظهر ليا، ما كنتش كنذكر بالضبط يعني النص. هذيك راه عبد الاله بن كيران هو اللي موراها، وانا ما زلت مقتنعا بهذا وسابقى مقتنعا. وغنقول لكم واحد القضيه الاخوان باش ما نبقاوش نرجعوا لهذا الشيء، حنايا دابا ملي كنتكلموا على الملك كنا شحال هادي ملي كنتكلموا كيبان بحال الا كلامنا كيف تيقول الفرنسيه بحال خارج الزمان، لانه شي وقت
كان المنطق التوري واليساري، وحتى ديال بعض الإسلاميين سامحهم الله أنهم ما تلوش بغاو هاد الملكيات وما تلوش بغاو الملك إلى آخره. هادشي كان كان حنا هادشي فيه كبرنا. حنا راه قبل ما نتلاقاو مع الحركة الإسلامية حنا راه حنا تلاقينا مع اليسار، وكنا في الصف ديالو، وقبل من اليسار كنا في الصف ديال الشبيبة المدرسية اللي كانت هي المنظمة ديال ديال حزب الاستقلال، والعائلة ديالنا استقلالية، الوالدة ديالي ماتت استقلالية، وحنا ما كنلقاوش تعارض بين هذا وهذا. في النهاية نحن اون نوفيل فيرسيون ديال هذا التيار الوطني اللي جا من الرحيم ديال الشعب، واللي بغى يعدل الوضع ويصحح الوضع في هذا الوطن، ما يبقاش دائما فقط هادوك اللي تستافدوا هما اللي يبقاو كيستافدوا ابد الابدين، وهادوك اللي اداو الثمن يبقاو كيديو الثمن ابد الابدين. حنا كنتكلموا على ارجاع العدل الى الناس، ولهذا قلنا العداله والتنميه. فاحنا فيما يخص جلاله الملك كنبغيو نحافظوا حنا، وتنقولوا للمغاربه عموم المغاربه يحافظوا على الاحترام والتوقير. وجلاله الملك ما كاينش شي حاجه كدار في المغرب، بكل صراحه وبكل وضوح، ما كاينش شي حاجه كدار في المغرب الا كيكون هو موراها، هو اللي دار الانيسياتيف، او على الاقل اعطى بها الاذن. فملي تشوفوا شي حاجه مزيانه هادشي اللي غتقولوا. وما بغيناش الا كان انتقاد للسياسه ديال جلاله الملك، حنا ما عندناش اعتراض، لأن جلالة الملك هو إنسان ماشي إله وماشي نبي بحال اللي قال هو على راسه، وحنا هكذا كنعتقدوا. يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ، ولكن إلا بغينا ننتقدوا السياسة ديال جلالة الملك خصنا ننتقدوها بالاحترام والتوقير اللازم. هوية بريس.